السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير واحسن الاحوال ان شاء الله. هاد النهار فيديو جديد، فيديو حاولنا اننا نمشيو من جهه البحر. عارفين بالما دي مايوركا معروفه بالبحر. اول حاجه دزنا من جهه ديال ماغالوف، اللي جا واحد البحر سميتو ماغالوف، لقيناها عامر بزاف، مع عارفين الاكسيدات دابا ما مناسبش، من احسن بنادم يكون تباعد. ومشينا لواحد واحد البلاي، واحد البحر سميتو طورو، هذاك البحر زوين بزاف، والماء نقي 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 بزاف، والجو زوين. وقلت غادي نشاركها معكم، رغم انهم مشاو لي لقطات زوينين بزاف. كنا هزينا الهنديه والكرموس معنا، وراك عارفين ديك ولكن ما عرفتش كيفاش تمحاو لي الفيديوهات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الخرجه. مهم انا كنحاول انني غير نبين لكم جو ديال بالما دي مايوركا. يعني راك عارفين بان بالما دي مايوركا معروفه بزاف في العالم كامل، وكيجيو له توريست بزاف، رغم انه هذا العام شويه الحال ناقص بركي المرض وداك الشيء. ان شاء الله يا ربي يهز علينا هذا البلاء وبنادم يرتاح والله العظيم، باش بنادم يدوز الصيف ديالو، لان بالما دي مايوركا احسن شيء فيها هي الصيف وحتى المشتى. بالما دي مايوركا ماشي بارده بزاف، ما بارده ما سخونه، يعني الجو ديالها زوين بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. اذا نال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش بلايك ولي سبسكريبير ولي كومونتير. يلا شكرا بزاف على المشاهده وعلى اللايك وعلى دعمكم ليا. مع السلامه، فيديو جديد اخر ان شاء الله.